النهاردة هشارك معاكم التونر اللي ضروري تستعملوه في شهر رمضان، خصوصا للوقاية من حرارة المطبخ. المكونات بتاعته بسيطة وموجودة في كل مطبخ خصوصا في شهر رمضان، لكن فوائده عظيمة للبشرة. أول مكون هو ماء الرز. بنجيب ربع كوباية رز ونحطها في ماء نظيف وبنخليها طول الليل، والصبح بنصفيها ونحطها كده في قارورة عندنا زي تكون قارورة رشاش، ونضيفها طبعا معقمة كالعادة، وبنضيف عليها ملعقتين عصير الليمون. عصير الليمون بيحتوي على فيتامين جي وده مفيد جدا للبشرة ومضاد أكسدة قوي، وبنضيف عليهم ملعقتين عصير جزر. الجزر كويس للبشرة لأنه هيحمي من حرارة المطبخ، ونزود عليهم 5 نقط فيتامين E. وفيتامين E بيحافظ على البشرة من الجفاف، بيرطبها، بيعالج التجاعيد الرفيعة، وكمان هيحافظنا على التونر من الجراثيم اللي ممكن تصيبه، ويمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع. أما من أهم فوائد الأرز للبشرة هو زيادة إنتاج السيراميد والترطيب والتغذية والتفتيح. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع أصحابكم، وكل سنة وانتم طيبين.